وعلى آلك المعصومين المظلومين المضطهدين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تنسى تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، مذ غابت شمس العسكر بدا زمن الألم زمن الغيبة. تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهارا، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون، احمرار فما سقوط الحمل ما صدره، ما لطمها ما عصرها بالجدار، ما قصروا سيدي ومولاي. ما وكزها بالسيف في ضلعها، وما انتثار قرطها والسوار. لكن سيدي لم يكن أول بيت يدخل، سوى الهجوم على الزهراء، شورث عليكم من مصائب سيدي. قال قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، بعد بعد وزادت الأم وزادت البنت على أمها، من دارها تسبى إلى الشر إلى الشر دار.
تبزغي يا شمس كي ما ترى. زينب حسرة ما عليها خمار، سيدي وكأني بمولاتي فاطمة تخاطب ولدها تقول له بني لمتى هذا المغيب، متى تظهر وتأخذ بثارنا بني؟ تقول له يا أبو صالح غيابك طال، بسك عاد من الغياب ترى للحين تنتظرك أم حسين خلف الباب. تقدر تسمع الزهراء تبكي والدمع نثار، يا ولدي جيب لي ساتر ترى ما ظل علي خمار، ومن صدري المتهشم يا ولدي شيل هالمسمار، ومحسن بالعجل شيله يا ابو صالح عن الاعتاب. تقول له يا مهدي كان ما عندك خبر يا ابن الخبر عندي، وإذا عندك علم عاين لطمة عيني وخدي. كم سيد ينادي عليك شيل القيد عن جدي، وانت يا أبو صالح ساكت ما ترد جوك. تريد مصيبة أعظم بني؟ تقل له وصلك الخبر عن جدك أبو السجاد وحواله، دريت إن رجس ملعون داس ضلوع بن عاله، وداست بعد سيدي ومولاي اسمع، وداست صدر عبد الله على صدر الخياله، وتالي خيولهم غاريت على النسوان بالأطنب. تقل يا مهدي كيف تتحمل تسمع هالحكي وتصبر، وعماتك مع العدوان حسرة وترتحل بالبر، وزينب كيف ترضى إلى العدوان تتيسر، لو قلبك يا ابو صالح أشد من جبل والله ذاب. ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيبوا هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. ولد الإمام العسكري صلوات الله عليه في المدينة المنورة في عام 223 للهجرة، واستشهد كما تعلم أخي المؤمن على يد المعتمد العباسي لعنه الله
في عام 260 للهجرة، فيكون مجموع مجمل عمر الإمام الشريف صلوات الله عليه قرابة 28 عام، أو كما يقول بعض المؤرخين 29 عام، يعني في ريعان الشباب. ورغم هذا العمر القصير إلى الإمام صلوات الله عليه ومدة إمامته 6 سنوات، إلا أنه أشبع جميع نواحي الدنيا عطاء، رغم الآلام رغم العذابات رغم السجون، إلا أنه ملأ الدنيا نورا وضياء وعلما. أكو محطات مهمة في حياة الإمام صلوات الله عليه. أولى هذه المحطات أننا عندما نمر على سيرة الإمام الوالد الإمام الهادي صلوات الله عليه، غني عن التعريف، له مناسباته التي نتحدث فيها. لكن الأم، عندما نأتي إلى جهة الأم، يقول المؤرخ الأم جارية، أم ولد اسمها سوسن، وقيل حديثة وقيل حديث. اللي يهمنا في أم الإمام أيها الأحبة، أننا عندما نقرأ تأريخ الأئمة، إحنا عندنا 12 إمام كما تعلمون، 5 فقط من أئمتنا أمهاتهم عربيات، البقية كلهم أمهاتهم جواري. سؤال يتبادر إلى الذهن، ليش أم الإمام جارية؟ يعني هل الإمام المعصوم ما يتمكن يتزوج من بنات الملوك من علية القوم أو لا؟ لا يتمكن الإمام، وما حد يريد أهل البيت أشرف الخلق على وجه المعمورة. شنو القضية؟ ليش أمهات الأئمة جواري؟ لأن إحنا عندنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمه فاطمة بنت أسد، الحسن والحسين عليهما السلام أمهما سيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام، أيضا من الإمام الباقر أمه فاطمة بنت الإمام الحسن، والإمام الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد أحد علماء المدينة المعروفين، البقية كلهم جواري. القضية أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت من بعده جاءوا من أجل إحداث تغيير حضاري في منظومة تفكير الأمة. شلون يعني تغيير حضاري في منظومة التفكير؟ العرب كانوا عندما يريدون أن يرتبطوا بإمرأة، واحد شاب أو واحد يريد يتزوج إلى إمرأة، ما ينظر إلى المرأة علم خلق، لا أبدا، هذه مو موجودة عندهم. ينظر إلى المرأة من ناحية أبيها، قال تعال إلى والدها، هل عند رصيد مالي، عند عقارات، عند ماشية، عند هيبة بالقبيلة لولا، إذا عند هذه الأمور كلها تشوف الخطار الخطاب على باب داره يطرقونه صبحا ومساء يريدون يقترنون به. أما الواحد الحافي، على اصطلاحنا الحافي الملتف اللي ما عنده شيء في حياته، هذا إذا مروا على بيته يغاورون ما يريدون يمرون، شو نسوي فيه؟ هذا ما عنده شيء. ولذلك أهل البيت جاءوا لتغيير هذه النظرة. أضف إلى ذلك أنهم ينظرون إلى المرأة على اعتبارها عار، مو جزء من المجتمع أساسا، عار المرأة عندهم. اللي عنده بنت وثنتين وثلاث، هذا إدامة دفنهم على قيد الحياة، موجود بالقرآن القضية المعروفة. هذا ما يقدر يحط راسه على الوسادة بالليل قرير العين، خايف أي لحظة من اللحظات تمر قبيلة تغير عليهم قبيلة وتأخذ بناته سبايا، تأخذ بناتها جواري، يحمل العار طول حياته. جاء الإسلام بنظرة أخرى عن المرأة، لا، المرأة جزء من المجتمع، رئيس من الرئيس بالمجتمع. النبي صلى الله عليه وآله إضافة إلى القرآن الكريم، إضافة إلى الأحاديث، تطبيق عملي على أرض الواقع. تعال شوف النبي صلى الله عليه وآله كيف يتعامل مع الزهراء. صحيح النبي يريد يبين منزلتها إلى الناس، لكن أيضا جزء من هذا ما يقوم به النبي يريد يبين مكانة المرأة بعظمته، وهو سيد المرسلين خير البشر أجمعين، يقبل يد فاطمة، يقبل ما بين عينيها، يضمها إلى صدره، يجلسها في مجلسه. بعد ذلك يأتي أهل البيت يستكملون هذا الدور، يأخذون من الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ما عليك من رصيد أبوها المالي ولا عليك من العقارات اللي عندها، هذه مو نظرة دائما صحيحة، لا ودائما بالعكس، ربما تأخذ لك واحدة من بيت معدم فقير ما عندهم شيء، لكن تربي لك جيل صالح. ايش فائدة المال وخلق غير موجود، دين غير موجود، عقيدة غير موجودة؟
لذلك انت لما تقرأ التاريخ تتعجب انت من التاريخ. اكو رواية ينقلوها بالتاريخ عن واحدة يسموها ولادة بنت المستكفي، خليفة من خلفاء بني العباس. هذه ولادة بنت المستكفي عندها الخدم والحشم والمال والقصور وكل شيء، يعني تتزوجها تخلي رجول على رجول بالبيت وتصب عليك الأموال صب، ما يحتاج تشتغل بعد. لكن شلون يصف المؤرخ هذه المرأة؟ روح اقرأ التاريخ. يقول المؤرخ إذا أرادت ولادة أن تخرج من دارها حتى تتسوق يمكن تروح إلى مكان، تخرج وياها الجواري حافين بها حفيف كأنها زافين عروس. لكن يقول امطرز عبارة على رأسها وتمشي في الطرقات، إيش كاتبة على رأسها؟ تعرف إيش كاتبة؟ تقول أمكن عاشقي من لثم خدي وأعطي قبلتي من يشتري. عندها مال، عندها كل شيء، يعني بس تتصور هذه الواحد يتزوجها بتنجب إلى واحد تقي مؤمن؟ لا والله، لا والله. إذا هذه مربيته وهذه اللي بترضع بتنجب إلى واحد يشتريها، يشتري قبلات من الشارع مثل ما أمة تبيعها وتوزعها. فأهل البيت ينظرون إلى المرأة من هالمنظور، جارية ربما أفضل من ألف حران. الإمام المعصوم يطلع على نساء أهل الدنيا جميعا فينظر فيرى أن هذه المرأة هي التي تصلح لتكون وعاء إلى الإمام المعصوم، يأتي بها من وين ما كانت. وانت شايف أمهات الأئمة، هذه نوبية وهذه من المغرب وهذه منها، جايبينها من كل مكان. وبعد أيضا عندنا نقطة في غاية الأهمية، تتصور أن هاي الجواري يعني كلهم يعني مو خوش أوادم مو جايين، لا 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 أبدا. أم الإمام علي ابن الحسين عليه السلام شاه زنان بنت إمبراطور بنت كسرى جار الزمان عليهم، يوم من الأيام كانوا في علية القوم أصبحوا هكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك أهل البيت هاي نظرتهم إلى المرأة، فأمه أم ولد، جارية أم ولد. إيش معنات أم ولد؟ دائما نسمعها أم الإمام أم ولد، إيش معناتها؟ احنا لما تمر علينا هذه الكلمة أم ولد، فاعلم أيها المؤمن أن أم ولد هي الجارية التي يطأها سيدها فتضع مولودا ذكرا، إذا أنجبت المولود الذكر على طول تكتسب حريتها، ما تنطبق عليها الشروط الرقيق، تصير حرة لوجه الله. ولذلك يأشرون عليها الناس بالطريق، هذه فلانة أم ولد، الولد الذي أكسبها حريتها فتسمى أم ولد. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية من حياة الإمام العسكري صلوات الله عليه، إخوة الإمام، عائلة الإمام. الإمام صلوات الله عليه كما تعلمون هو الابن الوسط إلى الإمام الهادي، مو الكبير ولا الصغير، عند أخوين. وسبحان الله شاء الله أن يجمع بين النقيضين بين الإمام صلوات الله عليه عند الإمام. أخوه الأصغر جعفر، والذي نقرأ في التاريخ بأنه اغتصب الإمامة. شوف احنا أيها المؤمن ترى احنا منصفين، نقرأ التاريخ وننصف الإنسان. تما عليك مو لازم ولد الإمام يجي إمام، ولا لازم ولد النبي يأتي نبي، لا لا لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولد نوح كنعان ابن نوح من صلب نبي، نبي ابن نوح، الله يقول لي إنه ليس من أهلك، نفى عنه الأبوة، إنه عمل غير صالح. لو كان صالح كان صار من أهلك، نفى عنه الأبوة، شو يسوي فيه بعد؟ هو عمل هكذا، نفى عنه الأبوة. من هو اللي من أهلك يا نوح؟ قال من تبعني هذا من أهلي، وإلا هذا خلي يروح حتى لو كان ابني. قابيل ابن آدم قتل أخاه هابيل، هذاك صالح وهذا غير صالح، قربا قربان تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقتل أخاه من أجل الإمامة من أجل النبوة، هذا صالح وهذا غير صالح. كذلك هذا جعفر، حتى السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول لم نجد في الأحاديث ما يشفع لجعفر بأنه تاب من بعد فعلته. تعرف هذا السوى؟ كان سبباً في دخول الأعداء على دار الإمام، وهو الذي وشى بالإمام المنتظر صلوات الله عليه. والأخ الأكبر، من هو أخوه الأكبر؟ السيد محمد سبع الدجل، هذا العالم الرباني التقي اللي الله أعطاه منزلة عظيمة. وروح شوف ضريحة اليوم في منطقة بلد بالقرب من سامرة، شو مسوي السيد محمد في العالم؟
الله أعطاه على قدر عمله. وشوف سبحان الله، السلطة العباسية كانت مسلطة الأضواء على السيد محمد على اعتبار الإمام من بعد والده، لأنه أكبرهم سنا، إضافة أن الإمام الهادي مكلفنا بمعظم أعماله، الاستفتاءات من صوبه، استلام الحقوق معظمها هو يروح إلى البلدان، ولذلك شافوه قالوا هذا الإمام من بعد والده، فترصدوا له وهو في طريقه إلى بلد وضربوه بسهم مسموم في ظهره فأردوه قتيلا شهيدا. توجه الإمام الهادي سامر إلى بلد مسافة بسيطة جدا، طلع الإمام وجهز ولده في هذا الموقع في مرقده الشريف. لذلك هم قتلوا ظنا منهم بأنه الإمام من بعد والده، مثل ما أن الإمام الحسن عليه السلام هو الأكبر سنا صار الإمام، هو كذي منظورهم، ولكن المنظور الإلهي يختلف، اختيار سماوي، ترى ما إليه دخل بالكبر بالسن، لا أبدا لا أبدا. وهذا أيضا نجده في واقعة كربلاء، لما تتأمل التأريخ وتقرأ في واقعة كربلاء تجد أن من ضمن الأشياء أن يزيد ابن معاوية لعنه الله كتب فرمان صدر مرسوم من الشام وطلع إلى وين؟ إلى عبيد الله ابن زياد لعنه الله بالكوفة، وعبيد الله ابن زياد أرسله إلى عمر بن سعد لعنهم الله جميعا. شنو مكتوب؟ إذا وجدتم أحدا في كربلاء باسم علي الأكبر فقطعوه بالسيوف إربا إربا. ليش؟ يظنون أنه الإمام من بعد والده، ولكن ويمكرون ويمكر الله، يريدون ينهون خط الإمامة، خط النبوة، قدس، هاي الخط القدسي، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في الإمام زين العابدين، ولذلك كان الدرع الذي يحمي الإمامين العسكري والإمام الهادي صلوات الله عليهما السيد محمد سبع الدجين. بعد عندنا محطة أخيرة في حياة الإمام أتحدث فيها، العصر الذي عاش فيه الإمام العسكري، عصر مؤلم، الإمام بأبي وأمي سجن لأكثر من مرة، اعتقل لأكثر من مرة، دخلوا عليه دار في أكثر من مرة، عانى بأبي وأمي. لكن أنت تتأمل في التاريخ تجد أن ملامح عصر الإمام العسكري ترى تتشابه إلى درجة كبيرة حتى مع عصرنا هذا، عصر الإمام الهادي وعصر الإمام العسكري وعصر الغيبة إلى اليوم، لأن إحنا نعيش جزء من عصرنا من عصر الغيبة. لذلك متشابهة الظروف. شلون اليعقوبي ينقل، صاحب التاريخ المعروف هو من أهل العامة، ينقل اليعقوبي في الجزء الثاني صفحة 510 يقول أن عصر الإمام العسكري تميز بعدة أمور. واحد، تفشي الأمراض. تفشي الأمراض أيها الأحبة ترى إليه أسباب كثيرة، انتشار الفجور، انتشار الجور سبب من الأسباب، إهمال الدولة إلى الناس هذا بعد سبب من الأسباب. ولذلك اليعقوب يقول جاءت فترة على أهل بغداد أن الرجل يخرج من داره فلا يعود إلا محمولا على الأعناق، يعني ميت. يقول وفي موسم واحد قضى المرض على أكثر من 12,000 رجل، وهي في موسم واحد ينقل اليعقوب. ترى هاي معظم هاي الأمراض، هذا الطال ترى الفئة المعدمة. ولذلك من الملامح الأخرى لهذا العصر يقول الغنى الفاحش والفقر المدقع، يعني الفئة الوسطى، الطبقة الوسطى هذه ما تشوفها موجودة، يا أما غنى فاحش عند السلطة وأتباعها، ويا أما فقر مدقع عندها الرعية. ولذلك هو ينقل ليعقوبي، يقول ليعقوب أنه في فترة من الفترات وصل مكيال الطحين إلى 120 دينار ومكيال الحنطة إلى 150 دينار. هذا من يشتريها؟ كلهم جائع، جوع الناس، عاشت الجوع، عاشت الحرمان. بعد تعال شوف الطبقة الغنية، تعال شوف السلطة. الطبري ينقل في تاريخه يقول الواثق بالله، هذا خليفة من خلفائهم، يقول ماتت أمه ودخلوا الحاشية الوزراء وعمال الدولة الكبار هذول، ودخلوا عليه واصطفوا سيد واحد، وكل واحد مسوي روحه حزين على موت أم الخليفة. دخلوا وإذا بالخليفة يضحك متبسم، ايش في القضية؟ ايش فيك يا خليفة المسلمين؟ قال أما أنا فلا أم لي بعد اليوم، أعطيها غلة سنوية 1,000 دينار ذهبي. تعرف يعني كم 1,000 دينار ذهبي؟ يعني 1,000,000 دينار،
بس مصروف أمة للخدم والحاشية والأثاث مليون دينار أم الخليفة. الله أكبر. البقايا ميتين. المتوكل العباسي أيضا الطبري ينقلها. المتوكل العباسي يقول هذا تزوج جارية عنده بالقصر اسمها جميلة، وبالفعل يقول المؤرخ هي جميلة اسم على مسمى، أجمل جواريه في القصر. هاي بعدين بن العباس حقدوا عليها، إذا تبحث في التاريخ هذه أم المعتز خليفة من خلفائهم، تبحث في التاريخ سموها قبيحة حقدا عليها لأنه أعطاها كل شيء، صب عليها الأموال صب. هذا يقول هذه أنجبت إلى المعتز لما أرادوا أن ينقلون أن ينقلوا الخلافة مقر الخلافة، شالوا وياهم النساء من ضمنهم أم المعتز وهي جميلة أو قبيحة اللي يسموها. يقول فجاءت القوافل تحمل متاعها وأثاثها، فحملوا معها من الأموال 500,000 دينار ذهبي، هذا بس من الأموال، ومن الأسفاط من الحلي والحلل والمجوهرات والياقوت والجواهر، حتى عجزت القوافل عن حمل ما تبقى من أسفاطها. أسفاط شنو؟ يعني جمع سفط، والسفط هو الصندوق. يقول خلوا صناديق ما قدروا يشيلونها في قصرها. يقول بعد أن غادرت هذه أم المعتز لعنهم الله، يقول جاءوا إلى صناديقها أصفاتها، فوجدوا فيها من الأموال ما غطى رواتب الجنود والشرطة وعمال الدولة شهورا عديدة، سنوات ما أدري والله، هو يقول الطبري شهور عديدة. الله أكبر. فلعب بالأموال مقدرات الناس، لا ترى الله تبارك وتعالى في دولة الإسلام وزع الثروات ترى بالتساوي، بس يريد لها واحد يدير هاي الثروات. أما إذا كانت الثروات ملهوفة بس من جهة واحدة مشكلة، القضية ماتت الرعية ومات الناس جوع مثل ما صار في ذلك العصر. أيضا الإمام صلوات الله عليه من ضمن معاناته كانت عنده مهمة في غاية الخطورة، إخفاء الإمام المنتظر صلوات الله عليه. 5 سنوات الإمام، سنة 255 ولد الإمام، وسنة 260 استشهد الإمام العسكري. 5 سنوات كانت في غاية الألم. الإمام أيضا الإمام إضافة إلى أنه بيخفي ولده يريد يثبت إمامته، كان هاي من الظروف القاسية على الإمام صلوات الله، يعني ظروف استثنائية عاشها الإمام. مع ذلك أنار الدنيا علما الإمام، وأنار الدنيا أيضا وملأ الدنيا عطاء، مو بس على الشيعة، لا الإمام يده ممدودة إلى الشيعة وغير الشيعة لأنه كلهم يعيشون الألم والمعاناة والجوع. هذا ينقل التاريخ عن رجل يسمونه محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن جعفر الواقفي، هذا من الواقفة، والواقفة قضيتهم معروفة هاي الفرقة. هذا كانوا بعض وكلاء الإمام الصادق عليه السلام اللي يستلمون الأموال والحقوق الشرعية ومستلمين الاستفتاءات الشرعية أيضا. هذول بعد ما استشهد الإمام الصادق عليه السلام، استغل هارون الرشيد الفرصة، جاء إلى بعضهم قال أنا أعقد وياكم صفقة دنيوية، أغرقكم بالأموال، أصبها عليكم صب، بس أبغيكم تقولون إلى الشيعة بأن الإمام الكاظم هو آخر إمام ذهب للقاء ربه، أنا بسجن الإمام بخفي عن الناس، ذهب للقاء ربه ولم يعد، مثله كمثل موسى بن عمران وهو الإمام المنتظر، خلاص تنتهي الإمامة عنده. وهذول وكلاء والناس يثقون فيهم، فصدقهم فصدقوهم يا أيها المؤمن، صدقوهم رعيل كبير جمع كبير من الأمة صدقت هؤلاء وأوقفوا الإمامة عند الإمام الكاظم، سموهم الواقفة. بعد ذلك اضمحلت الحركة. فهذا علي ابن إبراهيم، محمد ابن علي ابن إبراهيم، يقول صادنا الجوع في زمان الإمام العسكري، ما عندنا شيء. أنا جيت إلى أبويا علي ابن إبراهيم قلت له يا أبا خلينا، ما إلنا إلا وجهة واحدة، ما إلنا إلا هذا الإمام، الإمام العسكري اللي بيعطينا، والله بنموت من الجوع، مشكلة القضية. قال إحنا واقفة ما نقول بإمامته. قال شو نسوي وين نروح؟ يقول أخذنا روحنا ورحنا إلى الإمام. يقول أثناء الطريق التفت لي والدي علي ابن إبراهيم وقال بني، يقول لي يا ريت الإمام يعطيني 500 درهم، 200 للطحين و200 للكسوة و100 حتى أتعيش بها. يقول هذا أبويا قال أمنيته، بس أنا ضمرت أمنيتي في قلبي، في قلبي ما قلتها، قلت أنا بعد يا ريت الإمام يعطيني 300 درهم، 100 أشتري بها لي حمارا أجلكم الله،
أمئة للطحين، أمئة حتى أتعيش بها وأتاجر فيها وأروح إلى منطقة يسموها منطقة الجبل وأعيش فيها أبعد عن هاي المنطقة. يقول وصلنا إلى الإمام، طرقنا الباب، خرج الخادم وإذا به ينادي أهلا بمحمد وعلي بن إبراهيم. يقول أدخلنا على الإمام، جلسنا عنده ملكسين الرؤوس. يقول إحنا ما نقول بإمامته. التفت الإمام وهو باسم الوجه، يقول إلى أبويا يا علي بن إبراهيم، ما الذي جعلك تبتعد عنا طول هذه المدة؟ ليش ما جيت من قبل؟ يقول سيدي أنا استحييت أن ألقاك وأنا على هذا الحال، أنا ما أقول بإمامتك، أنا واقفي، شلون أجي لك بعد؟ يقول أخذنا الحياة اثنين، لا أبو يتكلم ولا أنا قدرت أتكلم بعد، مستحيين من الإمام. يقول إلى أن خرجنا من عنده وكل واحد يصفج بإيده على الثانية، خسرنا العطاء وبعد تعبنا روحنا بالمجيء إلى الإمام. يقول مشينا خطوات قليلة وإذا بالغلام ينادينا يا محمد ويا علي أبناء إبراهيم، قفا مكانك. يقول توقفوا شوي. يقول توقفنا نظرنا وإذا بالغلام أقبل مسرع وفي يده سرتين، أقبل وأعطى والدي سرة. يقول لي يسلم عليك الإمام ويقول لك بأن هذه 500 درهم، اجعل منها 200 للحنطة و200 للكسوة و100 لتتعيش بها في زمانك. يقول قشعر جسد والدي وأنا مذهول. يقول أخرج السرة الثانية ووضعها في يدي. يقول أنا بعد هذا أبويا إذا قال أمنية أنا ما قلتها، ضمرت الأمنية. يقول لك الإمام هذه 300 درهم، اشتر لك بها حمارا 100 واجعل منها للطحين 100 وتعيش 100. يقول التفت إلي هاي الأعجب بعد، يقول ويقول لك الإمام لا تمضي إلى منطقة الجبل فقد نضب ماؤها وجف زرعها، بل امضي إلى منطقة سورة فإن لك فيها الخير الكثير. قلوا بالفعل مضيت إلى سورة وأنا اليوم، هو ينقل في ذلك الزمان، وأنا اليوم يقول يدخل علي سنويا 4000 دينار. يقول جاء أبويا إلي قال أو تريد أبين من ذلك؟ يقول أبويا راح وقال بإمامة الإمام وأنا بقيت على حالي. فالإمام عطوف حنون على الرعية، شيعة وغير شيعة، هو المكلف بالأمة. سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، لا أدري هذا اليوم ما حالك، شلون حال إمامكم هذا اليوم؟ 28 عام وقد مزعوا قلبه بالسموم، أحرقوا فؤاد بأبي وأمي، كأني به على فراش المنية يمد يدا ويقبض أخرى، يتقلب يمينا وشمالا وقد انتحل جسده واصفرت ألوانه، وكأني به وقد أحاط به حضر عنده بعض شيعته وخواص، لكن اللي يكسر الخاطر بين الحضور واحد عمره 5 سنوات بأبي الإمام المنتظر صاحب الزمان صاحب المصيبة في هذا اليوم. أقبل إلى والده، فتح عين الإمام العسكري وإذا يشوف المنتظر ينحب ويتمايل من البكاء، قال بني ضع رأسك على صدري. خلى رأسه على صدر أبوه بأبي وأمي، دموع جارية، والإمام العسكري يمسح على رأس الإمام المنتظر، بني بني لا تبكي، بني لا تهيج آلامي، أنا أعرف أن أنت يتيم في هذا العمر، انت ذخرنا بني. التفت إلى رفع راسه قال له أبا أبا، اللي يموت حاها وساعة الاحتضار تحضر عشيرته، يحضرون أهله، هذا يودع وهذا يقبل وهذا يعدل إلى القبلة، وانت وين عشيرتك يا ابن رسول الله؟ شوفك وحيد بعيد عنهم. شو يقول إله؟ يقل لي يا أبشال المحتضر، ساعة نزاع لازم تجي لعزوته وتقضي وداعه، هذا يشمه وذا يمد للموت
بعايا وانت يا ابويا تموت واهلك بالمدينة. قال لا يا نور العين من حان حيني بهداي شيل وسادتي وغمض عيوني وعرج على طيبة قبل ما تدفنوني وسلم على اهلاك يا ذخرنا الذاخرين. قال لي شقول العزوتك يا ابن الزجية بس تسمع بماتك بتنصب لك عزية وامك شسليها يا ابو النفس الأبية جني أعاينها من فراقك حزين. آجركم الله أحسن الله لكم العزاء وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه. التفت إلى الإمام بني أضجعني على سريري أضجعه على سريره أوصى عليه بوصاياه سلمه مواريث النبوة والإمامة. آجركم الله عند ذلك مد إمامنا رجله وأسبل يديه قرأ سورة ياسين فلما ختمها ضم الإمام ضم الوداع. آجرك الله سيدي ومولاي يا صاحب الزمان أغمض إمامنا عينيه أطبق شفتيه وانقطع نفسه وفاضت روحه. ألمن مناذ وإماما والسيدة. إذا هذا حال الشيعة إذا هذا حال الشيعة إيش حالة الإمام المنتظر؟ إيش حالة صاحب الزمان صاحب المصيبة؟ يخاطب جدة فاطمة يقول لها أمّا حلت مصيبة جديدة علينا حلت فاجعة جديدة علينا يا زهرة. إيش يقول لها؟ قومي يا زهرة يا والبسي للحزن جلبا نصبي عزية اليوم بنجذذ لجمصة حليت على قلبيك بسامرة مصيب بالعسكر ابنيك مهجة الهادي وحبيب. قومي تعالي لي يا قبل يقضي نحيب شوفيه قبل يغيب جسمه تحت الترى لقلب الإمام العسكري بالسم مفتوح. قومي وسندي لي بصدرك قبل ما يموت من المدار اسموح الشاب بعد والبيو ويلي ولجل الحجة يصيح دمع العين سج. أيوة إماما أيوة سيدا سيدي ومولاي كأني بك في هذا اليوم. تمشي خلف النعش وقد رفعوا والدك على الأعناق شيعوه سيدي ومولاي
ما بقى أحد إلا وطلع إلى تشيع الوالد، نساء رجال أعلام سود منشورة فوق النعش وأنت تمشي وياهم. ما خلوا مرمي، شالوا الجنازة سيدي. ويلي شالوا الجنازة وشيعوها الخاص والعام، نسوان ورجال بعزة ورايات وأعلام. هذا من الواجب على ملة الإسلام، تشيع كل ميت وشيله فوق الأعواء. وحسين ما حد شيعه بالغضرية، تشيع صار جنازته بالأعوجية. أيوة إماما، أيوة سيدة، سيدي ليش ما شلت الشيعة ورحتون إلى كربلاء؟ تخلي جدك الحسين على البوغاء دوس الأعوجية. ويلي وحسين ما حد جهزه بالغاضرية، تشيع صار جنازته بالأعوجية. وذيك الفواطم من بعد عينه سبية، بعد الخدر والصان من واد إلى وحسينا والسيدة. سيدي ومولاي يقولون هجموا عليك الدار، سيدي يبحثون عنك بدارك، ودخلوا الأعادي وروعوا النساء وروعوهم بالسياط بعد. سيدي هذا مو أول دار يدخلون عليكم الأعادي، ولا أول مرة يروعون نسوانكم بالسياط. سيدي أسسوها هناك لما هجموا على أمك الزهراء وروعوها بين الباب والجدار، والأسس دخول الأعادي دار الإمام. قام الذي هجم أو على زينب بالخير، واللي قبل قادة وعلي زراق الرخام، وبالباب ضلعت يا بتولة كاسرين، وفاطمة وسيدته. سيدي ومولاي اسمح لي، سيدي ومولاي أنا أبغي أختم المجلس على أمك الزهراء، وأنت تعرف أن أمك الزهراء في هذه الأيام والليالي على فراش المرض مرمية. فاطمة ما تقدر تنقلب جنب عن جنب بعد ما عصروها بين الباب والجدار، وأسقطوا جنين أمك الزهراء وظلت على فراش المنية. إذا جاء النهار فضوا وأسمى يسندون إلى الزهرة، إذا أرادت حاجة هم موجودين، لكن إذا جاء الليل من يمرض فاطمة؟ من هو يجلس عند راسها؟ تعرف من؟ أم المصائب زينب. اجي وتأخذ رأس أمها بحجرها والظل وياها، الزهرة مغمضة عيونها، دموع زينب تنزل على وجه فاطمة. فتحت عينها، هذه زينب؟ قالت أمه بلى بلى أني زينب. اسمع بين زينب والزهرة وأسألكم الدعاء، مأجور مأجور الله يعوذه. شو تقول زينب إلى أمها؟ تقلها يوم زينب يوم زينب أني زينب، ظن وتحذر الكرار، جيت أشمد اللطمة واحضن بضعة المختار. لشافت وجهك الطاهر روحش كثر والهانة، وخاف انظر لعيونك واشوف العين عميانة. طمنيني عن احوالك ولا تخليني حيرانة،
مسحي بجفك قلبي وخبريني يا يما الشا. سولفي ويا يا زهرة. دخلوا القوم لما دخلوا الدار أنا أخذت أخواني الحسن والحسين ودخلنا إلى داخل بس أسمع سياط وأسمع أنين أنيب الحجرة كنت أسمع صوت سياط تتلوى كأني سمعتك تصيحين جنيني طاح بالقوة لفى يبكي وينادي حسين يا زينب أمنا في غشوة قومي بعجل نذركا أجيبي وياك ليها خمار أني شلت خماري عن راسي وطلعت أتباع أخوي حسين وشفت المرتضى ينحب أنا شبيدي على الضلعين وبس ما لمحني أمشي بلقنا ارتفع لونين ونادى حطي قناعيج ولا تزيدين قلبي نار. إيه تسمح لي مولاي شوية بيت الدعاء وأسألك الدعاء إذا في نساء يسمعون هذا البيت لهم بعدها المرأة إذا شافت أولادها يبكون شو تسوي؟ أضمهم إلى صدرها بقوة بحنان لكن زهراء الزهرة ما تقدر تضم زينب تقول لها سامحيني زينب أنا ما أقدر أخذ شي بحضني صدري معاب وضلوع مكسرة تقولها يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصرة هشم صدري وعذري ما ثلق بالك يا بنتي طالع وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار. أشرت الزهرة على الحسين وهو نايم بالحجرة بني زينب أوصيكي بهذا إش عندك يا زهرة قبل ما يبرز المظلوم قبلي قلبه نحرى لأن قلبه بالمثلث بشلعة من خرز ظهرة وتالي الشمر يا زينب بيتربع على صدره ويفري من حرق باليك ورجله تحفظ بلوعة. أبتاه هذا السامري وعجله تبعا وما للناس عن هارون. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها فرج عنا فرجا عاجلا يا الله. اللهم اشف كل مريض فك قيد كل أسير يا الله يا الله. أحبتنا المؤمنون من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جمعية الزهراء لرعاية الأيتام تطلب دعمكم في مثل هذه الأيام المباركة فأعينهم أعانكم الله. تعال عزيزي خذها ما أدري شوفوها
اللهم اشف كل مريض، فك قيد كل أسير. يا الله يا الله يا الله يا الله. إخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم، ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين، لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار، بالأخص شهداء البحرين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات على محمد.